لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي هداية السائل مع ضيفي الدائم سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الحسيني الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته سيدنا، أهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدين الكرام، اليوم نتكلم عن أحكام النساء، هذا جانب. والجانب الآخر أحب أذكركم على أنه المسائل الفقهية في هذا البرنامج هي تكون مطابقة لفتاوى آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي أدام الله ظله الوالد. إذن سيدنا، بما أنه اليوم محور الحلقة هو حول أحكام النساء، فأطلب من جنابك المفهوم العام للحيض والاستحاضة، تفضل بالجواب. بدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام النساء ثلاثة من حيث رؤية الدم: الحيض والاستحاضة والنفاس. هذه الأحكام الثلاثة، المرأة هي محل ابتلاء لها، أن يكون لها أيام معينة ترى فيهن الدم. الدم إذا كان بصفات معينة ويأتي بأيام معينة يسمى ذلك بالحيض. نعم. والاستحاضة أيضا صفات أخرى غير صفات الحيض، وبأيام أيضا متفاوتة ما بين الحيض والطهر يسمى بالاستحاضة. والنفاس هو الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة مباشرة. نعم. هذا يسمى نفاس، والأخريات يسمى بالحيض والاستحاضة. وكل فرع من هذه لها علامات خاصة. نعم. حتى نستعرض هذه الحالات الثلاثة ينبغي معرفة مشخصاتها بدقة، من حيث علاماتها، كيف يعرف، كيف نميز الحيض عن الاستحاضة. النفاس مثلا مميز معروف، والدم الذي تراه المرأة بعد الولادة. بعد الولادة. أما الحيض والاستحاضة يمكن هناك بينهما اشتباه، يقع الاشتباه بين الحيض والاستحاضة بالنسبة للنساء. نعم. لأن وهذه الحلقة حينما خصصناها لمسألة أحكام النساء، لأن عموم ابتلاء النساء يكون بهذه الأمور الذي هو أمر الحيض وأمر الاستحاضة. أحسنت، بارك. لمعرفة الحيض، الحيض هو دم بصفات معينة. نعم. كعلامة، هذه من العلامات تعرفها المرأة. ربما لا يليق المقام بذكر هذه الصفات، هي صفات معلومة عموما، لكن نذكر شرط التمييز بين الحيض وبين الاستحاضة. هناك شرط، وشرط مهم جدا، أن الحيض يتميز بأنه يرى 3 أيام متواصلة، 3 أيام بشكل متواصل هذا الدم تراه المرأة تحكم أن هذا حيض، أقله 3 أيام، أكثره
10 أيام يعني محصور بهذه المدة. حينما تحكم المرأة على أن هذا الحيض أو هذا الدم هو دم حيض، ينبغي لها أن توفر هذين الشرطين، شرط الثلاثة أيام متواصلة، والشرط الآخر أنه لا يتعدى 10 أيام. هذا يسمى حيض. أحسن. تمام. ما قبل هذه الثلاثة أيام وما بعد 10 يسمى استحاضة، أيضا بصفات معينة غير صفات دم الحيض. نعم. ربما للتذكير النساء، لتذكير النساء بالصفات ما نريد نصرح بأكثرها لأن المقام لا يليق بذكرها. مثلا اللون، لون دم الحيض ربما يقال أنه أسود أو داكن، بلي. أما صفة دم الاستحاضة فهو أصفر أو يميل إلى الصفار، بين الصفار والإحمرار، وكلاهما دم، لكن هذا استحاضة، أما هذا شيء يسموه حيض. والمرأة بالنسبة لرؤيتها للدم على أنواع، مرة نسمي هذه المرأة ذات عادة مستقرة. ذات العادة المستقرة شنو؟ يعني المرأة رأت الدم مثلا 5 أيام بهذا الشهر، الشهر اللي بعده أيضا رأت الدم 5 أيام، الشهر اللي بعده أيضا رأت الدم 5 أيام، وهكذا. إن استمرت هذه الرؤية بهذا الشكل 5 أيام 5 أيام 5 أيام، الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الرابع، هذه تسمى بذات العادة المستقرة. واضح. فالمرأة إذا كانت من هذا الصنف، صنف ذات العادة المستقرة، هذه تتحيض بمجرد رؤية الدم. شو وقت ما تشوف الدم، نعم تقول هذا حيض، وتترك الصلاة والصوم وباقي التروكات اللي للمرأة الحائض، وهذا ما هو معنى أنها تحكم بأن هذا حيض. زين. أنه سيدنا لا تروك. أحسنت. بارك الله فيك. سيدنا زين، إذا سمحت لي، يعني ربما بعض الأخوات يعني من يشوفون الدم، بأي دم يحكمون عليه بهذا حيض؟ هل هو هذا جائز؟ هذا أول التقدير، هذا صحيح؟ أحسنتم. هذا السؤال، إنه المرأة تحكم بأن هذا حيض فقط من صنف ذات العادة المستقرة. أما بقية النساء، نعم، اللي مثلا المبتدئة يعني وصلت إلى مرحلة البلوغ ورأت الدم، نعم، هذه تسمى بمبتدئة ولا تسمى ذات عادة، لأن ما صار عادة. العادة يعني شنو؟ التكرار ولا، نعم، هذا معنى العادة، أنه يأتي مكررا وبنفس الشكل وبنفس الصفات، يسمون المرأة ذات عادة. أما إذا كانت المرأة الآن رأت الدم مثلا، نعم، صارت عمرها 9 سنوات أو أكثر، 10 11 سنة، حسب البيئة أو حسب مثلا نسائها، أمها، خواتها، كذا، نعم، ذن شو وقت يجي هنا الحيض مثلا؟ في فترة معينة، في سن معينة، هذه تسمى مبتدئة، لأن أول مرة يجي الحيض. نعم. زين، هذه شلون تحكم أنه حيض؟ ربما مو حيض، ربما استحاضة، تمام لولا؟ هذه لا تحكم أن هذا حيض إلا إذا استمر لثلاثة أيام متواصلة. يستمر خروج الدم منها 3 أيام متواصلة. نعم. حينما يتوفر هذا الشرط فيها، اللي هو الدوام في 3 أيام، اي نعم، تحكم حينئذ انه حيض. حسن. وبعد ذلك بالشهر اللي وراه تشوف ايش قد، الشهر اللي بعده تشوف ايش قد، ايش وقت يجي، يعني باي وقت، عدد الايام ايش قد، بعدين تضبطها المرأة، تضبط الحساب، وتصير بعد ذلك ذات عادة مستقرة. احسنت. بارك الله بك. زين سيدنا، هل هناك يعني فد قاعدة أو أحكام معينة للحيض والنفاس أم لا؟ تفضلوا. بلي طبعا،
يعني مقصدكم من الأحكام أنه تركات؟ أي بني بل تشترك المرأة الحائض والنفساء في نفس الأحكام، تمام؟ وذات الاستحاضة الكبيرة أيضا تشترك معهما في بعض الأحكام والتروك، مثلا فيما يخص الحائض والنفساء، هذا الصنف من النساء أو هذه الحالة التي تمر على المرأة، أول شيء تترك الصلاة والصوم، ما تأتي بالعبادات التي يشترط فيها شنو؟ يشترط فيها الطهارة. الحائض والنفساء تترك الصلاة والصوم في أيام حيضها وفي أيام نفاسها، هاي انتهينا من هذا. زين، لا تمكث في المساجد، وإنما يجوز لها المرور في المساجد، يعني مثلا تطب من باب وتطلع من الباب الثاني، لكن تمكث في المسجد لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. كذلك الأضرحة المقدسة في كربلاء، في النجف، في أي ضريح مقدس، الصحن مالته حكم المسجدية، يعني مسجد، فلا يجوز لها المكوث والجلوس في المسجد في صحن مثلا في صحن الضريح المقدس، تمام؟ لأن هذا مسجد. يجوز لها فقط الجواز، يعني المرور من باب والخروج من باب آخر. وكذلك الحسينيات، وكذلك الحسينيات إذا عدت من المساجد، يعني فقط الحسينية، تعرف أن الحسينية لها استخدامات متعددة. أحسنت. مو استخدام فقط الصلاة، ربما استخدامات أخرى كثيرة، منها إلقاء الشعر في مناسبات الحسينية، في مناسبات وفايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني رادودية غيرها كذا، مو شرط بس الصلاة، مرات حتى تكون قاعات مال مناسبات. قاعات مناسبات، أحسنتم. فهذه إذا كان لها حكم المسجدية، نعم الحائض والنفساء لا يجوز المكوث في هذه الأماكن. أما إذا كان ما بها، يعني ما لها حكم المسجدية، غير محددة، فإذا يجوز لها أن تدخل وتمكث وتجلس، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، لا يجوز للحائض والنفساء أن تلمس كتابة القرآن، ما يجوز لها لمس كتابة القرآن. خب، وكذلك لا يجوز لها المرأة الحائض أن تقرأ أزيد من 7 آيات من القرآن، لا يجوز لها قراءة القرآن، وبالخصوص الآيات اللي إحنا نسميهن آيات واجبة السجود فيها، آيات السجدة مثلا، عندنا 4 آيات في القرآن وجوبان حينما تقرأ، تسمع، يقرأها، فيجب حينئذ السجود. المرأة يحرم عليها حينما تكون حائض أو نفساء أن تسجد هذا السجود الواجب، أن تسمعها أو تقرأها. فلازم يكون شنو؟ لازم يكون ما تقرأ وتتجنب الاستماع إلى آية السجدة. أحسن. زين، جنابك بيّنت على أنه 7 آيات، يعني شنو تقصد بها 7 آيات؟ يعني من القرآن يجوز للمرأة فقط 7 آيات أن تقرأ. زين، وإذا هي حافظة، بعض النساء الله يبارك بهن حافظات القرآن، بل هل يجوز لها؟ لكن قراءة والتلفظ به وغيرها فقط 7 آيات، هذا المذكور. زين، وربما بعض الفقهاء يقول حتى هذا السبعة خلي تتجنب حتى زين. لا يكون زين. أنت هو نفس هذا يعني هذا الموضوع حضرني سؤال. بعض يعني بعض المدارس القرآن بها يعني مدرسات القرآن، هنا شلون بهذه الحالة مدرسة القرآن في هذه الحالة تتجنب هذه المسألة، يعني في أيام حيضها يجب أن ينبغي لها أن تتجنب قراءة أكثر من 7 آيات، لأن ما يجوز للحائض أن تقرأ أكثر من 7 آيات، أن تلمس كتابة القرآن، أن تلمس القرآن، وهكذا. هذا حكم من أحكام الحائض. هل يجوز للمرأة كذلك التوجه إلى الباري عز وجل بالدعاء، أو تقرأ فرضا دعاء كمال، أو تقرأ بعض الزيارات، أم لا؟ بل يجوز لها ذلك،
يجوز لها ذلك، بس شرط أنه لا يتضمن ولا بالحسينية إذا تطبق عليها أحكام المسجد بلي بلي بلي. ولا فرضا بالأماكن أو المشاهد المقدسة. يعني معنى كلامكم مثلا نقول بيتها بلي. تقرأ دعاء مثلا بلي. دعاء كومين، دعاء العهد، دعاء أي دعاء. نعم. لكن شرط أن لا يتضمن ذلك الدعاء آيات قرآنية تزيد عن 7 آيات حتى ليس نعم. يصدق عليها أنها قرأت من القرآن أزيد من 7 آيات. زين. فلازم يكون إذن وهو غالبا نعم. الأدعية ما تتضمن آيات قرآنية كثيرة. أي فيجوز لها أن تقرأ هذه الأدعية، مو حرام عليها. مو حرام. زين جنابك كذلك بينت على أنه المرأة من الممكن أنه هي فرضا تقرأ هذه 7 بس ربما لا مرات تكون تريد تسوي أعمال إضافية، تريد تسوي طقوس معينة واضطرت إلى أنه تسوي أكثر من 7 آيات تقرأ، شلون بهذه الحالة؟ ماكو محل الاضطرار هنا. أي. بس نفترض ذلك. غير إحنا بالبداية قلنا الحائض ينبغي لها أن تتجنب، يعني شنو تتجنب؟ هذا من باب نعم. بلي أنه تستفعل، يستفعل تمام ها؟ يعني معناها يبدر منها التجنب، يبدر منها أنه هي تترك، هي تعرف أنه هذا حكم من أحكام نعم. الحائض، فينبغي لها أن لا تقرأ. فإذا صارت في موقف حرج أو في موقف اضطرار غيرها، المفروض مقدمات هذه المسألة هي شنو؟ منتبه إلها وتتجنب أنه تحط نفسها في هيك موقف، بحيث لازم تكون تقرأ القرآن وبأكثر من 7 آيات مثلا. لازم تكون هي من نفسها تعرف نفسها حائض وتتجنب هذا الشيء. زين يعني جنابك كذلك هم بينت على أنه أنه ما يصير تلمس القرآن. بلي المسألة. كذلك أسماء أهل البيت عليهم السلام. أي نعم منها أيضا. منها. لأنه نعم. مسألة لفظ الجلالة وألفاظ الزوات المقدسة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة الزهراء عليه السلام، أسماء الأئمة، أيضا ينبغي لها أن تتجنب لمس كتابة هذه الأسماء اللي موجودة مثلا في كتب الأدعية، موجودة في مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمه موجود من ألفاظ القرآن. نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، موجود هذا، لفظة محمد موجودة. زين سيدنا يوجد هناك فضل. أيضا بعض الأحكام أخرى نعم. ينبغي أن تذكر. نعم. ولكن هناك الكثير من الأسئلة بخدمتكم. الله يحفظكم. لكن أحكام هي مهمة جدا بلي. ينبغي للمرأة أن تعلم هذه الأحكام، لأن هي محل ابتلاءها، هي مبتلات كل شهر برؤية الدم وكونها تصير حائض وربما نفساء وربما استحاضة إلى آخره. طبعا يحرم، هذه هو المعروف والمشهور حتى عند الناس اللي ما متفقهين تمام، أنه مجامعة المرأة الحائض حرام، لا يجوز لزوجها أن يقترب منها في أيام الحيض، في أيام النفاس لا يجوز له الاقتراب منها. المقصود بالاقتراب منها أن يعني بصورة المجامعة، لا مطلق الاقتراب، لا يجوز له أن يجلس، يجوز له أن يتحدث بلي وباقي الأشياء المعروفة، لكنه المجامعة لا، هذا لا يجوز له. أحسنت. للرجل أن يجامع. أحسنت. لا يجوز كذلك طلاق المرأة الحائض في أيام حيضها. هذه طبعا الشيء بشيء يذكر بلي. احنا في هذه الأيام يكثر عندنا مسائل الطلاق، والناس بدون معرفة وبجهل منها ولا يسألون يروحون يطلقون طلاق محكمة بلي يعني عند القاضي. القاضي ما يرتب المسائل الشرعية على المطلقة. نعم. لأنه قاضي دولة، هذا هو لا هو القضاء المدني، هذا القضاء المدني. نعم. عنده في الضوابط معينة يجري هذه الضوابط، لكن في مذهب الإمامية الجعفرية عندنا احنا الطلاق بشروط، ومن شروط الطلاق أنه شنو؟ أن لا تكون المرأة حائض تمام؟ زين اللي الآن يروحون يطلقون
في المحاكم ما يعيرون انتباه إلى هذه المسألة، مسألة أنه ينبغي أنه المرأة حينما تطلق أن لا تكون حائض وإنما في طهر لم يواقعها فيه، وهناك شروط أخرى للطلاق، لكن إحنا في الشيء بشيء يذكر بهذه المناسبة ذكرنا هذه المسألة. الله يبارك فيكم على هذا التوضيح. كذلك يكره للحائض أن تحضر في مكان المحتضر، يعني تتواجد إلى جنب المحتضر اللي يشارف على الموت، لأن روي أنه المرأة الحائض لا تقترب من المحتضر لأنه تمنع من اقتراب الملائكة من هذا المحتضر. روي هكذا، لذلك قالوا يكره أن تحضر إلى جنب الميت اللي يشارف على الموت، يعني المحتضر. أحسن، بارك الله بك. زين سيدنا، متى ينقطع الحيض للمرأة؟ بلي، طبعا المرأة ترى الحيض حين البلوغ في سن التاسعة. نعم. ينقطع عنها، أو لنقل بإصطلاح معروف أنه وصلت إلى سن اليأس. نعم. سن اليأس بالنسبة للمرأة هو 50 سنة أو 60 سنة، إما 50 وإما 60، لكن الفقهاء أو عند الفقهاء تصنيف آخر فيها مسألة الأعمار، إما 50 وإما 60، قالوا القرشية، يعني المرأة التي تنتسب إلى هاشم، يعني العلوية إحنا بإصطلاحنا بالمعروف، تمام، هذه سن اليأس عندها هو 60 سنة، توصل للستين. تشابه القرشية في هذا امرأة تدعى بالنبطية، يعني من جنس معين، هما مثل قومية معينة، اختلف الأعلام في تعيينها، بس هما كلهم مشتركين بمفهوم واحد من أنها من أهل النبط، والنبط فسروه من أنه منطقة البطائح بالعراق، يعني الأهوار بين قوسين، فالنساء اللي عايشة في هاي المنطقة سموهن النبطية. نقدر نقول ذات المناخ الصعب أو القاسي؟ لا، أكو فد مناخ معين. خو أكو بعض الفقهاء والأعلام ذكروا غير هذه، يعني غير أنه يكونوا من سكان البطائح، بعضهم ذكر أنهم قوم من نسل نبيط بن سام، لذلك سموهم النبط. نعم. وبعضهم يذكر مسألة أخرى أنهم من مثلا من الأردن أو في منطقة من الأردن، وهكذا، لكن هم عموما يتفقون على أنهم أهل البطائح، يعني أهل الأهوار. قالوا أنه النبطية والقرشية هذه تصل إلى 60 سنة وينقطع عن الحيض، أما عموم النساء فالخمسين. أحسنت، بارك الله بك. سيدنا، إذا انقطع الدم في سن اليأس ولكن يعني عاودها الدم مرة أخرى، هل يطلق عليه الحيض؟ هذا استحاضة. استحاضة، إذا انقطع عنها الدم، يعني دخلت عرفا وعلميا دخلت في أنها في سن اليأس، يعني خلص حكمنا عليها أنها يائس. يائس. استمرت مثلاً فد أشهر على ذلك، ما كذب، تمام، وحكمنا أنها يائس، خلص نقول هذا يائس. إن عاودها الدم فنقول هذا استحاضة. أحسنت، بارك الله بك. سيدنا، هل يجوز الجماع عند فترة الاستحاضة؟ قبل الإجابة نذهب فاصل ونصل الحديث معكم. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ورجعين، أبقوا يعني. أنا بدأت في الصلاة في وقت متأخر عن التكليف الشرعي، ولا أعلم كم صلاة فاتتني، فماذا أفعل؟ القضاء في فرض السؤال يكفي فيه الاقتصار على القدر المتيقن إذا كان قاصراً في نسيان عددها، يعني إذا كانت الصلاة التي يجب قضاؤها مرددة بين شهر أو شهرين مثلاً يكفي قضاء شهر، وأما إذا نسيها تقصيراً فيجب على الأحوط قضاء الأكثر. فاتتني صلوات سنة، هل يجوز أن أصلي قضاء هذه الصلوات هكذا؟ شهر صلاة الصبح، وشهر صلاة الظهر،
وشهر صلاة العصر، وهكذا المغرب والعشاء، يجوز القضاء بالصورة التالية: يصلي الصبح لشهر مثلا، ثم يصلي الظهر والعصر معا لشهر أيضا، ثم يصلي المغرب والعشاء معا لشهر كذلك، ولا يجوز التفكيك بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. هل أستطيع أن أنوي صلاة قضاء أو ما في الذمة بحيث إذا لم يكن علي قضاء يحسب لوالدي المتوفى أو أخي الشهيد مثلا؟ وكيف تكون النية الصحيحة لذلك؟ يمكن في فرض السؤال: النية هكذا: أصلي عما في ذمتي إن كانت في ذمتي صلاة، وإلا فعن والدي إن كانت في ذمته صلاة، وإلا فعن أخي إن كانت في ذمته صلاة، قربة إلى الله تعالى. مكلف في قضاء صلاته الواجبة وفي قضائه عن الميت الواجب يصلي مخففا، أي بدون السورة، والتسبيحات يقرأها مرة واحدة وهكذا. فما حكم صلاته؟ يجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد، فإذا تركها جهلا بالحكم فلا يجب إعادة ما قضاه لنفسه، ولكن يجب عليه على الأحوط سجدتا السهو مرتين عن كل صلاة. وأما الذي كان فيه أجيرا عن الميت فيجب إعادته. نويت أن أصلي صلاة 30 عاما بالنيابة عن أحد المؤمنين المتوفين مقابل أجر عن الصلاة، فما هي الواجبات التي علي مراعاتها لقضاء تلك الصلوات؟ الواجب في مفروض السؤال هو أن تنوي أنه تصلي قضاء نيابة عن ذلك الميت، وأن تراعي في الصلاة جميع ما يجب عليك مراعاته في الصلوات اليومية الواجبة. وهل يشترط أداؤها في أوقاتها أم يمكن الجمع بينها في غير أوقاتها؟ وهل يلزم الإقامة عند أداء كل صلاة منها؟ لا يشترط فيها الوقت، ويجوز الجمع بينها في أي وقت شاء، كما أنه لا يجب فيها الأذان والإقامة إلا إذا اشترط المؤجر ذلك فيجب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وكذلك نرحب بسماحة العلامة الفياض، حياكم الله سيدنا وأهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم إن شاء الله. وكذلك مشاهدينا الكرام نذكركم حول تواصلكم عبر الواتساب وإرسال رسائلكم، وإن شاء الله نطرح رسائلكم واستفتاءاتكم على جناب السيد. وكذلك أود أن أذكركم مرة أخرى حول أن البرنامج هو الاستفتاءات الشرعية مطابقة لفتاوى آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي أدام الله ظل الوالد. نعم سيدنا، بما أنه ما زال الحديث حول أحكام النساء، فكان سؤالي قبل الفاصل: هل يجوز الجماع أثناء فترة الاستحاضة أم لا؟ تفضل بالجواب. بلي، أثناء فترة الاستحاضة يجوز للرجل أن يقترب من زوجته. ليش؟ أحكام الاستحاضة غير أحكام الحيض. إن شاء الله إحنا دوريا سوف نأتي إلى مفهوم الاستحاضة وأحكامها، لكن بما أنه سؤال يخص الاستحاضة، نعم، حينما المرأة، لأنه الاستحاضة عندنا إحنا 3 أطوار، استحاضة كبيرة واستحاضة متوسطة واستحاضة قليلة. زين، في كل هذه الأطوار 3 للمستحاضة يجوز لها أن تصلي، يجوز لها أن تصوم، أحكامها غير أحكام الحائض، لكن بشروط معينة، أنه تغتسل مثلا للكبيرة وللمتوسطة والصغيرة وضوء لكل صلاة مثلا. زين، من أحكامها أنه يجوز اقتراب الرجل من المرأة المستحاضة. أحسنت، بارك الله بك. طبعا سيدنا، هسه الأسئلة طبعا كثيرة، ولكن يعني مثل ما نقول احنا حق المشاهد علينا، لازم هم نطرح الأسئلة مالته المشاهد. الله يحفظك إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يجوز
للنساء الرقص في القاعات الخاصة لهن أم لا؟ يعني المقصود بالرقص على أنغام معينة موسيقى يعني تدخل فيها مسائل يعني الموسيقى إذا سمحت لي بيوم اللي الناس تصير عندها حفلات ومناسبات وأعراس يسوون يأخذون قاعة للنساء ويحتفلن النساء بهذا المكان المخصص هنا هل يجوز الرقص النساء مع بعضهن؟ لا لا تفضل. بمفروض السؤال يختص بمسألة رقص أحسن. لا بمسألة غناء مثلا. نعم زين، لأن احنا الوارد عندنا جواز الغناء بالنسبة في الأعراس بس بشروط معينة بقيود معينة، أنه من هذه الشروط والقيود أن لا يسمعها أجنبي، أن لا يسمع هذه المرأة التي تغني أجنبي. من الشروط أيضا أن لا يكون هناك موسيقى بآلات طربية لأن هذه محرمة. زين، فالجائز للمرأة إذا صح أن يكون غناء كغناء. نعم. لأنه الغناء لازم يكون بأطوار وأطوار معينة، لكن هذه مو شرط أن يدخل فيها الموسيقى أو لا يدخل فيها الموسيقى. نعم. فينحصر الجواز وين؟ في أنه تقرأ بطور معين أبيات شعرية لكن بدون دخول شيء محرم عليها مثل الآلات الطربية، آلات الموسيقى مثلا، أو أن يسمعها أجنبي. إذا ذني الشرطين ما متوفرات، نعم يجوز للمرأة أن تغني. هذا في خصوص مسألة الأعراس والغناء، لكن احنا سألنا وين حول الرقص. بس قبل لا يعني أذكر هو أو جنابكم تجاوبون موضوع الرقص، جنابك بينت على أنه جائز للمرأة تغني بدون آلات موسيقية وكذلك لا يسمعها أجنبي. ربما بعض النساء يجيبون الأواني ويعني تكون هذه الأواني ذات أصوات معينة ويدقون عليها وتطلع هذه موسيقى، هل هنا جاهز أم لا؟ إذا أواني يعني لا. مثلاً هي مو أساساً مو آلات طربية. لا سيدنا، يعني أواني لا هي مثلاً من آلات الطرب المعروفة. نعم. كان مثلاً يجيبون صينية أيبل مثلاً أو يجيبون قدر كذا فد معين فدي تطلع بها أصوات كذا مل. هذه مو آلات طربية، لا يصدق عليها أنها آلات طرب. نعم يجوز إلهن استخدامها لأنه هذه مو موسيقى. وربما يعني واحد مثلا يستخدم صوته كموسيقى، الصوت مو آلة طرب. جائز؟ نعم جائز، في أنه بالصوت مثلا أن يؤدي فد أنغام معينة. هذا لا يعد موسيقى أساسا. أحسن. زين نرجع على السؤال، يعني هل يجوز للنساء الرقص في هذه الأماكن الخاصة مع بعضهم؟ بشروط، بشروط يجوز لها لكن بشروط. شنو هذه الشروط؟ هي شروط تقييدية. نعم. أولا عدم مشاهدة الأجنبي لها أو للنساء، هذه واحد. وأن لا تكون هناك امرأة مثلا توصف الحدث للرجال. صار عندنا ذني شغل كذا، ولا يكون هناك موسيقى ترقص عليها المرأة. هذا الثلاثة، ذن الثلاثة إذا عدمن شبيت ما أكو رقص بعد. لا بعد ما أكو رقص، إذا سالبة بانتفاء موضوعها. أحسن. لكن لو فرضنا، نعم الشيء بشيء، لو فرضنا على قولتك إنه جاب نقدور وجوان أواني ومثلاً وقام يدقن بهن، ها وقامت واحدة ترقص في هالمسألة، إذا هاي الشروط ما موجودة خلي. أحسنت. هي خلينا نقول تمارين رياضية. زين هل يجوز في الأعراس يعني بما احنا ذكرنا الأواني والآلات الموسيقية الضرب على الدف؟ الدف هذه من آلات الطرب. لا ما يجوز، هذا هاي آلة موسيقى. نعم. وجناب المرجع السيد الشيرازي حفظه الله في فتاواه انه آلات الطرب آلات الموسيقى محرمة واستعمالها محرم. أحسنت. وبعد كل واحد يشوف المرجع مالته شنو يقول في هذه المسألة ويأخذ برأي المرجع مالته. بلي أكو هناك مثلا بعض المراجع من مثلا يجوز مسألة الموسيقى، لكن موسيقى مثلا العسكرية الكلاسيكية والعسكرية والوطنية والوطنية نعم يجوزون بعض هذه، لكن سماحة المرجع لا يجوزها. أي موسيقى؟ أي موسيقى لا يجوز. أحسنت. زين سيدنا، بعض الأحيان يعني واحد إذا أراد يتعلم اللغة الإنجليزية
لو يسمعها بالتليفون على الجهاز، لو باللابتوب يعني على الكمبيوتر، أو بعض الأحيان لا عبر يعني شريط معين، وهذا بصحبته موسيقى. هنا التعلم هو يريد يتعلم، ولكن بصحبة هذا التعلم موسيقى، يوجد موسيقى بلي. مثلا يشتري له كاسيت لتعلم اللغة الإنجليزية وبهذا موسيقى، مع هذه الأصوات اللي تخرج في تعليم اللغة، ألفاظ اللغة الإنجليزية، يوجد موسيقى بلي. بما أن سماحة المرجع الشيرازي حفظه الله يحرم مسألة الموسيقى، فعليه الموسيقى الموجودة في هذه الأشرطة ينبغي الاجتناب عنها. نعم. أو إذا أمكن إزالة هذه الموسيقى من هذه الأشرطة يزيلها، حتى في سبيل يستفاد من التعلم. بس هو مو يعني ممكن يعني يزيل هذه الموسيقى. إذا أمكن من إزالتها يزيلها، وإذا ما ممكن وانحصر تعلمه بها، فالأماكن اللي بها موسيقى يبعد الهيدفون عن أذنه مثلا، أو لا يسمعها. يعني هي بس مرخصتك، ولو شو يمكن ناخذ من وقتكم خدمتكم، على أنه دائما احنا ندري ونعرف في مجال الفن من تكون، إذا كان تعلم أو كان فرضا يعني كلام أو نشر أو شعر، هم في بعض الأحيان تكون الأرضية مالته موسيقى، يعني هو من الألف للياء هو موسيقى، هو كله موسيقى. زين، في هذه الحالة وإذا تعذر هكذا يعني صار الأمر صعب مستصعب، إما انحصر تعلمه بهذه الأشرطة وهذه الأشرطة فيها هذه الموسيقى، زين، إن أمكن إبعاد الهيدفون أنا أقول، لكنه يعني مو للمشاركة، يعني مشاركة الكلام والموسيقى في آن واحد ربما يتعاقب، يعني الكلام بلا موسيقى، وربما هناك موسيقى بلا كلام. زين، الأماكن اللي توجد بها هذه الموسيقى يوخر الهيدفون أحسنت، حتى يكون عنده شنو مصداق، لأنه شنو أبعد الموسيقى عن محل استماعه. تمام دولا. لكن لو فرضنا لا، الكلام والموسيقى مترادفان، زين، عندنا احنا حرمة من جهة انه حرام عليه سماع الموسيقى، ومن جهة اضطرار للاستماع للتعلم، والمسألة محصورة بهذا الكاسيت مو بغيره، حينئذ مسألة الاضطرار تجوز مسألة السماع. أحسنت. يعني بما انه هو جنابك ذكرت الاضطرار، السؤال البعد هم يتكلم عن الاضطرار، يعني احد الاخوة يقول اريد اسوي عملية لابني، واني ما يعني هو يقول ما املك مال، يقول هل من الممكن اخذ الاموال بالفائز حتى اسوي عملية لابني ام لا؟ بالفائز تقصد الربا يعني؟ احسنت. الربا محرم، لكن اذا نقيس احنا حالة الضرورة اللي دخل بها هذا الرجل، حالة الضرورة يعني بحيث انه اذا ما اخذ مال وما سوى عملية ابنه ما راح يضرر مثلا، نعم، اذا هكذا فما لا يجوز له ان ياخذ مال بالربا. لكن اذا كان ابنه راح يموت، زين، وصل الى حافة الموت، حينئذ يجوز له بمبدأ الاضطرار، فمن اضطر غير باغ فلا اثم عليه. احسنت. كذلك احد الاخوه يسال يقول اشتغل في شركه اهليه، يقول اثناء يعني من يصير وقت الصلاه ابو الشركه ما ينطينا فرصه لاداء هذه الصلاه، يقول واضطر اخلي صلاتي للمغرب، هل هو جائز او لا؟ طبعا الصلاه واجب، تمام، والعمل عباده، العمل عباده، مو معناها انه تصل الى مرحله الوجوب، لانه كسب المعاش ربما يكون واجب، وربما يكون مستحب، وربما يكون مكروه، وربما يكون محرم، وتمام زين. واجب بحيث انه انت هذا اكلك وشربك وطبيبك واولادك ومدارسهم وصرفهم وعلى الزوجه والنفقه وغيرها، هذا واجب من هذا العمل، فعليه انت لازم تعمل، يعني واجب عليك ان تعمل، فيكون هذا العمل واجب مثلا، زين، لا من هالقبيلة. ربما يكون لا، العمل مثلا مستحب،
انت عندك مال مكفيك، لكن تعمل حتى في سبيل شنو؟ مثلا للزياده او لاجل انه ما تبقى عاطل. نعم. تريد تحرك ذهنك، تحرك عضلاتك، والا هو انت عندك املاك وعندك مثلا اجارات تدور عليك مال ومكتفي. فهذا مثلا من قبيل عدم كون يدك عاطله، حتى لا تكون ايدك عاطله لا تشتغل هذا، او لاجل شيء معين انت بدك تشتغل والا انت مو واجب عليك، فهذا من المستحب، وربما يكون مكروه ومحرم هذا العمل. زين، هذا إلى في التصاريف خاصه ان شاء الله ناتي عليها في ان شاء الله في وقت اخر. لكن ما يهمنا من المساله اللي هو شنو، هذا العمل واجب، الصلاه كذلك واجبه، فيتزاحم الواجبان، اكو تزاحم. زين، ان امكن التخلص بأن يقول له رب العمل يابا أنا مسلم وأنا لازم أصلي وهذا وقت الأداء بالنسبة إلى صلاتي، أنت فهم الموضوع وطاك فرصة صلي بهذه الفرصة. وإن قال لا، العمل عمل زين وأنت في شنو الواجب، بحيث إذا طردك من العمل خلاص راح أنت شنو راح تكون على قولتهن في العراء. زين، ولازم ايضا كنت تبحث لك عن عمل اخر، وربما يعني حياتك كلها تتاثر بهذا. زين، هنا الصلاه اجلها الى المغرب او لا؟ لازم اكون اصلي. زين، وحتى لو يروح من عندي هذا العمل، تمام، الفقهاء في هذه المساله على اختلاف. منهم من يقول، من يدخل المسألة في حالة الاضطرار، يقول هذا مضطر. إذا دخل المسألة في حالة الاضطرار ينتقل فرضا من الأداء ويذهب إلى شنو بعد المغرب ويصلي قضاء. ليش؟ لأنه دليل القضاء شي يقول اقضي ما فات كما فات، تمام دولا قضاء. زين، هذا اللي فاتك من الصلوات هو بكيفك، يعني عمدي من قبلك لو من قبل الآخرين، من قبل الآخرين، تمام؟ نعم. فقلت لك بعض الفقهاء يقولون لا، هذا مصطر. يعني معنى كلامه خلي يشوف المرجع مالته وبعدها لابد أنه يشوف المرجع التقليدي اللي يقلده، هل يجوز له ذلك؟ هل يعتبر أن هذه حالة اضطرار؟ في حالة الاضطرار تختلف المسألة. نعم. وبعضهم يقول لا، هذه مو حالة اضطرار، اعي في العمل حتى لو إن كان واجبا، الله سبحانه وتعالى يفتح عليك أبواب العمل الآخر، لكن هذا الصلاة لا تترك على أي حال شون ما كان، لا يمكن ترك الصلاة. فيقول لك اترك العمل، روح شنو، روح صلي، حتى وإن منعك، حتى وإن طردك من العمل. شكرا لك سيدنا. كذلك احد الاخوه يسال يقول انا جندي ولازم احلق اللحيه مالتي. ها بلي، باعتبار انه جندي، يعني جندي جندي مكلف، يعني بلي. عمله هذا بلي. عمله، وربما قوانين الجيش تمنع ان يكون هناك انسان ذو لحيه، مو صحيح لولا؟ زين، وهذا عمله. حرمه حلق اللحيه حرمه قطعيه، لا يجوز حلق اللحيه. نعم. عن اي شخص، سواء كان جندي، موظف، رب العمل مالته يقول له لازم تحلق، غيرها كذا، ذني أو سخرية مثلا، لحيته مبعثرة. صحيح. بعض الشباب مرات من تنبت عندهم اللحية مو كاملة، ما لها تنسيق معين، احنا بلفظتنا نقول مخربطة هذه اللحية، وتعرض إلى السخرية، يعني في الشارع تعرض إلى سخرية الناس، يقومون يضحكون عليه. زين، هذه كلها لا ترفع الحرمة، يعني ما تجعل الحرام حلال، هي حرام حرمة حلق اللحية. لكن إذا دخلت بعنوان ثانوي آخر اللي هو الاضطرار، نعم، حالة الاضطرار تدخلها في حيز الجواز، نقول طبعا. أنا سيدنا دا لاحظ اكثر من مساله من توصل للاضطرار يصير فيها جواز، لانه قاعده عامه، هذه ايه قرانيه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، فلا اثم عليه.
أي قاعدة عامة، هذه تشمل كل أبواب الفقه. عندنا إحنا عنوان أولي، عندنا إحنا شنو عنوان ثاني، وعندنا شنو حالة الاضطرار. كل مسألة شرعية تمام حكمها الموجود مثلا بالوجوب، بالحرمة، بالكراهة، بالإباحة، غير الأحكام الخمسة المذكورة في الإسلام زين في الفقه. هذه إذا كان لها حكم أولي مثلا بالحرمة، الحكم الثاني اللي هو الاضطراري يسموه الحكم الاضطراري، هذا حكم اختياري. حكم الاضطراري ممكن شنو يكون بعكس الحرمة اللي هو الجواز أو الحلية. مثلا امرأة أو رجل مشرف على الهلاك في الصحراء في مكان مثلا نائي في غيره، ووجدت ميتة كما هو في المثال المعروف أو الرواية المعروفة في أنه امرأة في الصحراء ووجدت ميتة، قامت تأكل من هذه الميتة. ليش؟ صار حلال لها هنا مع العلم أن حكم الميتة شنو؟ حرام. حرام. الخنزير كذلك، الكلب كذلك أجلكم الله، وهكذا كل حرام في حالة الاضطرار ممكن يصير حلال. بهذا الإطار القاعدة الفقهية، القاعدة القرآنية اللي كونتها هذه الآية تدخل في كل جوانب الفقه. هناك عندنا حالة اختيار، نعم، وهذه القاعدة تنطيني الحكم في حالة الاضطرار. أحسنت، بارك الله بك. أحد الأخوات تسأل جنابك تقول هل من الممكن أنه أصلي أمام الطباخ، كون الطباخ بعد تدرب بالمطبخ ومشتعل النار، هل هنا يجوز الصلاة أم لا؟ بلي، اللي هو إحنا نسميه بيت النار، نسميه بالفقه بيت النار. طبعا هو الفقهاء أيضا هم في هذه المسألة على اختلاف، وإن كان حكمها الأولي أنه لا يجوز الصلاة أمام موقد، أمام نار، مو تمام له، لكن هذا الحكم معلل. يعني لما نرجع إلى مسائل الفقه والاستدلال وكذا، فبالروايات مذكور أنه الأشخاص اللي أسلموا من الفرس دول الحديثي الإسلام، فهذا الحكم إجا لهم تمام، حتى لا يكون لأنه كان سابقا يعبد النار، فصار هذا الحكم في المنع من الصلاة باستقبال النار حتى وإن كان بجهة القبلة. لكن في هذه العصور أكو بعد محل لهذه العلة لأجلها صار عدم جواز الصلاة وأمامه نار أو طباخ أو بيت نار أو أي شيء آخر في هذه العصور. بعد أكو عندنا مثلا ناس يحنون مثلا إلى عبادة النار مثلا، إلا اللهم هو كان من عبدة النار، هو كان من عبدة النار. فهذه ترجع المسألة إلى الفقهاء، هم أحسن يرون رأيهم فيها، هل العلة هذه مطردة تبقى إلى هذا الزمان أم لا، هي مسألة عامة. أحسنت. والمسلمين كلهم لهم أنه يكره أنه الإنسان يصلي وهو مواجه المن للنار. أحسنتم، شكرا لك سيدنا، الله يحفظكم إن شاء الله. وكذلك مشاهدينا الكرام، شكر موصول لكم، وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة، وآخر دعوانا اللهم عجل وليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم، شكرا لك سيدنا، الله يحفظكم. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.